بدأنا امبارح الأسبوع وقلنا يا رب دايما كده يبقى بدايتها خير، وكان معانا أخبار كويسة وبنتكلم على مدير فني جديد وبنتكلم عن بداية إن شاء الله لموسم يكون انطلاقة وعودة مرة أخرى لروح النادي الأهلي اللي احنا نعرفها بإذن الله، يبقى حاجة يعني تخلينا كده كجماهير نشعر إن هو ده النادي الأهلي اللي احنا نعرفه. معلش كبوة وعدت بتحصل كل كام سنة، ما فيش حد بيفضل أون تراك أو بيفضل رقم واحد على طول، لازم ده عارف يا كريم الظروف اللي من النوع ده اللي بتحصل هي اللي بتخلي البني آدم أو الظرف اللي حاصل ده يرجع، او الشخص او اي حد بيواجه حاجه زي كده يعني يرجع يقف على رجليه احسن من الاول. يعني لازم الدروب ده يحصل علشان تقدر ان انت تعود مره تانية للقمه بتاعتك، لكن تستمر على القمه فوريفر زي ما بيتقال ده مش موجود في العالم ابدا. واتحدى اي حد يجيب لي نادي واحد او لاعب واحد في العالم كله في اي رياضه فضل اون تراك على طول رقم واحد. عادي كل ده بيحصل، بس الحمد لله احنا عارفين ان النادي الاهلي لما بيتعثر سرعان ما بيرجع مره تانية يقف على رجليه ويقدم كمان مواسم افضل من اللي فاتت بكتير جدا. بالتوفيق لمدربنا الفني الجديد، خلاص هيتم اعلانه بشكل رسمي يا كريم. الناس متفائله جدا، ودي على فكره حاجه حلوه. يعني خليني اقول لك على حاجه، مش كل مدير فني كان اسمه بيرتبط بالنادي الاهلي اول ما بيجي الناس كلها بتبقى عندها اجماع ان هو مدير فني كويس. خليني اقول لحضراتكم لا، كولر من الناس او من الاسماء اللي تم الاجماع عليها وناس متفائله جدا، وده لتفاصيل كتيره هنطلع حضراتكم عنها سواء سمات شخصيه او حاجه ليها علاقه بالاداره الفنيه الخاصه بيه. يا مسهل، ده اللي احنا عايزينه.